قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. سمي النادي على اسم فيلم للفنانة المصرية أم كلثوم، أنتج عام 1935، سمي بوداد. تأسس النادي بشكل رسمي على يد محمد بن الحسن التونسي العفاني الشهير بالأب جيكو، ويحتفل النادي البيضاوي يوم 8 مايو من كل عام بعيد ميلاد تأسيسه. يرجع تأسيس النادي إلى عام 1937، ويتخذ من الدار البيضاء مقر له، ويستقبل مبارياته على ملعب محمد الخامس. أول لقب محلي توج به نادي الوداد عام 1956 عندما فاز بكأس الاستقلال. أما أول لقب قاري فيعود إلى عام 1948 عندما فاز ببطولة شمال إفريقيا. ساهم فريق الواك في مناهضة الاستعمار الفرنسي، وكانت مبارياته تعرف دائما اعتقال بعض المشجعين، بل إن مباريات الفريق أصبحت فرصة للمغاربة ليعبروا عن سخطهم ومطالبتهم برحيل المستعمر. كانت الجماهير تهتف للوداد في كل مدن المملكة سواء منتصرا أو متعادلا أو منهزما، وكانت هذه الجماهير تتعرض للاستفزاز من طرف المستعمر الذي وصل به الحقد إلى تطويق الملاعب أثناء مباريات الوداد بالدبابات لتخويف الجمهور.